نهاركم زين، نهاركم مبروك للتحقوا بينا تويكا اللي قاموا يحكوا في عينيهم هكايا ويغزوا الشميسة نتاع الصباح ويخموا ايش مش يعملوا في النهار نتاعهم، خاطر كل واحد ايش مش عم بدينا لكم الجزء الثاني بالبرنامج بغنية يا حمامة غني لي شوية. تعرف شكون اللي غني؟ شكوني؟ فتحية خيري، سيدة فتحية خيري، الغنية مصرية. الغنية أنا مصرية، أنا ديجا قلت لك ملا صوت يا سطورة، صوت عظيم. أغنية مصرية مسجلة في مصر، هذا تسجيل مسجلة في مصر، ولاحظت أنها تغني بمصر رغم تدخل اللهجة المصرية. تغني في المصري بالتونسي، تقوم في الجيم بالتونسي بالطريقة التونسية، وتقوم في القاع بالطريقة التونسية، معناها حاولت أنها التونس اللهجة المصرية، وتحكي على الصباح وقومة الصباح وفيقان الصباح كما اللي فيقوا سوا توا السادة المستمعين اللي فيقوا تويكا ويسمعوا فينا ويخموش باش يعملوا، وتسمع في صوت الحمام يغني. لكن من اول حاجه عاده الواحد يعملها هو انه بعد ما يغسل وجهه وينظم اموره هي قهوه الصباح. ساعات يقول لك قهوه الصباح، يقول لك باش نشرب قهوه الصباح، وتلقاه يشرب في تاي ولا اما قهوه، اسمها قهوه معناها فطور الصباح. هذاك جات العاده في تونس الموت يتسمى قهوه، ناخذ في قهوه الصباح، هو تلقاه قاعد ياكل من عاش في شنو معناها اللي هو خاطر القهوه واللي دخل في الوجدان نتاعنا جزء منا منذ قديم الزمان، والدليل على ذلك ان نحلفوا بها يا سيدي. أي إنسان تقول لك راسها شادلية مش تحلف وما تحنث، ممكن تحلف حاجات أخرين تسبيختو بيه، تسبيختو بيها لأن القهوة القهوة تسبيختو بيها لأن تكب في الصباح هي تقول لك في الخير إن شاء الله، وقهوة بالصرة كما اللي قبيلة جات العزة هكا صرة هذه كبرها صح عليها مش دبرها، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد، فهمتش معناها تكون يسبيختو بيها زي كيف قهوة بالصرة معناها جايتني الصوارد وجايتني الفلوس إن شاء الله. يقراوا القهوة، يقراوا الفنجان باش يشوفوا إذا كان عندك شنو السلايم باش يصير كذا. كان من العادات لل 27 كي كان البي يخرج بعد ما يحضر في السيريموني نتاع ختم الحديث الشريف في جامع زيتونة، يمشي يتعشى في دار البي ثم يخرج يدور في الأسواق. كل ما يخطل السوق قهواجي نتاع السوق هذاك يكب قدامه قهوة في الززوة طبق في يده، يجي يكبها قدامه، يكبها في القاعة ويفحج عليها البي باش يدخلوا لهم البركة، يدخلهم بالبركه والذكاء، ماشي سوق معناها ماشي دور الدولاب، لانه كما قلنا القهوه ربطنا بها برشا حاجات. هيك علاش بالبركه والرزق ان شاء الله يا ربي بالبركه والرزق نبداو بها صباحنا. ف فما شكون خمم، فما شكون ذكي، الحق الحق انا هذا يظهر لي من باب الذكاء، فما شكون ذكي قال اي علاش القهوه هذه مقطوعه، فماش فكسوا عليها بريق الناشف بالمعارف تجي يفو سولوفي تري تو معناها مش تصفت وتخلط على 200 غرام وشوفوا شوف تبدا انت مستانس بالارابيكا مثلا ولا حاجه كي ما عادش تلقاها، تلقى من عند حاسيلو مع هذايا كان قاعد ما نعرفش علاش هاو تو مش يفسر لنا جات الالهام جات الفكره، قال لك ايه هذا الكل خلينا نستنبطوا، خلي بالك شي نحلوا بيبان جدد في القهوه هذه، هيا سيدي برا نعملوا سالون تاع القهوه. لكن الاطرف من هذاك اش اسم قال سالون، اي سالون تاع القهوه ايش فيه عادي هكا سالون تاع برشا حاجات، لا نسميه ربيع القهوه، وقتاش في اكتوبر قدم ربيع والقهوه مش موجوده يعني فما والربيع في اكتوبر لاسباب في اكتوبر برشا حكايات مش نفهموهم طويكه مع ضيفنا سي فوزي بالطيب. لكن قبل هذا الكل فما فاصل ماتينال ويكاند، ماتينال ويكاند رجعنا باش نشوفوا لي زانغريديان اللي حاطتهم الكل قدس هكا كي تعرفك اللي مشى للسوق وشرا طريف من هذا طريف من هذا ملي بيهم القفه روح بيهم للدار، قال يا مراه حط القصعه، حط القصعه كبلها كل قفة هذيك كل مخلطه، وقال هذا برا خرج منهم هذا الكل، خرج منهم صرف فطور، نحبوا فطور يملى العين بالكدا، هذا الفطور اللي من العين باش نشوفوه من طويكه معناها هلا حكيت اللي حكيت عليهم قبل الفصل الكل، قبل هذا الكل اليوم فما ناس دارجون، تعرف معنى ناس دارجون؟ ناس دارجون اي ناس هي زواج، زواج فعند النصارى عند القرى عملوا له ترتيب كل عام يسموه بحاجه فما اعلاهم ناس دو ديامون اللي هو يعني ديامونت معناه
شد بالكدي اصل بحاجه ديامات القصبيل بالله يعني اصل بحاجه هي اكثر حاجه صلابه هي الديامون فهذاك اخر مرحله تقول انت لكن كي 10 سنين وسنين نبداو ماشيين بالترتيب بالترتيب حسب الصلابه بتاع كون شان مثلا ولا كذا احنا اليوم نحتفلوا مع الا نوال وسي معز البخاري نحتفلوا معاهم الاثنين بالناس دارجون ما شاء الله خاطر ربع قرن 25 سنة تبارك الله ما شاء الله يا ربي دوم عشرتهم وإن شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله هما فرحانين ليه إن شاء الله مش ندعي روحي إن شاء الله في النص ده ديامون تاعهم معنا بعد 80 سنة إن شاء الله نكون أنا موجودة هنا في فام وعزم قابلتني غاديكا وإحنا هكا دفدفنا حلنا ونتمنى لهم عيد ميلاد سعيد فرحة هذية إحنا نعود نرحبوا بسي طيب مرحبا سي فوزي أوسيب لا انا اليوم تعرف قلت لكم طيب الحمد لله ان شاء الله تعرف اليوم في الصباح قلت له صباح الخير اليوم سبت ايوه سي فوزي مرحبا بك سي فوزي اللي صاحب الفكره هذه اللي مش خرج لنا من كليزانغريديان كلهم اللي شفناهم ربيع وقهوه واكتوبر وسالون وهذا كله شكشوكه من غير زيت تظهر لك لا مش يخرج منها بلا يركب الكيف شنو هي حكايه السالون هذي علاش والقهوة اللي ما فماش وكل اشياء الحكاية سي فوزي ان شاء الله صباحكم احلى صباح سعيد جدا اني نكون في اسرة اي اف ام معكم مع تقديم حلو كما هكا ما يكون الا سباق الاحسن قهوة نجم نشربها معكم اليوم الصباح ان شاء الله ربيع القهوة هو ربيع اولا في يوم 1 اكتوبر هو اليوم العالمي للاحتفال بالقهوة ويوم عيد ميلاد دونك سي ان ايفينمون كل عام تحيي ايفينمون بيان سور كنت فيهن ايوه دونك لو 5 هو الموافق معناتها للاحتفال هذايا العالمي يبدا الصالون نتاعنا ان شاء الله 5 6 7 8 اكتوبر اربع ايام اسمع اربع تعرفك اللي قالوا لا تجيني يدور لك سكسي فور على دار الدار السلطان العشاوي الفطور كل يوم مش نمشي ونشرب قهوتنا حذاكم يشرفنا شوف اربع ايام على خاطر فما نقول نحن فما البروفيسيونيل وفما البارتيكولي فما لي باسيوني عشاق القهوه دونك ليفينمون هذايا راهو عندنا سنه كامله للاعداد وإذا كان أمكن باش من بعد تطلعوا على صفحتنا على الفيسبوك لأنه تلقاو شو اسمها كيف اسمها الصفحة برانتون تونيزي برانتون دو كافي تونيزي باهي هذه أول مرة عمرها ما صارت أول إيديسيون عمرها ما صارت قبل النسخة الأولى إن شاء الله بالتوفيق ربي يوفقكم مع بعضنا الكلنا دونك لي باسيوني فما لي بروفيسيونيل شنو باش يلقى البروفيسيونيل في المعرض هذايا وفي السالون هذايا باش يلقى ليكيبمون التجهيزات باش يلقى لي توريفاكتور الناس اللي تحمص القهوه واللي تعمل القهوه واللي هما دي بيونير نقولوا تقلي القهوه نقولوا تقلي القهوه فيها عالم كبير انا عام كامل وقت نتنقل ما بين دول اخرى وما بين معارض اخرين وبعد جيت لتونس لهنا فما معارض من نوع ذي في العالم فما في العالم موجود في العالم لكن كانت الفكره لهنا وقت اللي لاحظنا يعني بيرتورباسيون في التزويد معنى في التزويد هو يرجع للتغير المناخي اساسا اولا لنقص كل بلاد الاولانيه كلاسيه في الانتاج من البرازيل لبلدان اخرى فنلندا فما الفيتنام فما كولومبيا فما اليمن زاده معناتها نقص في الانتاج تاع البحور فوالا دونك حتى حرب اوكرانيا اثرت برشا على المساله نتاع التزويد والتنقل التجاري معناتها للبضائع فقلنا نحن باش نجمعوا كل الفرقاء من اللي يبدا عنده الماشينه كافي واللي يبدا يعمل كونتوري فاكتور حتى اللي يصنع الحوايج نتاع الباريستا يعني باش تلقى الناس اللي يعملوا الباكاجينغ طبعا اللي يطبع لك على الباكاجينغ باش تلقى اللي يطبع لك على لي غوبلي اللي تشرب فيهم باش تلقى البورسلين باش تلقى لي ديفيرون تاكتور دو سيكتور الكل اللي باش يعمل المدخلين اللي متدخلين الكل في ميدان القهوه حتى من بعيد شويه معناها تظهر لنا من بعيد شوف يظهر من بعيد مثلا نعطيك مثال بسيط يا اخي الفوتوفولتايك اليوم نستحقوها والا لا نستحقوها لكن الفاتوره غاليه نتاع القهاوي خاطر سي دي سوليسيون راهو بونكتويل معناتها واضحين كي يدخل يقول انا اليوم باش نعمل مشروع نتاع سالون دو تي والا ان بروجي تبع القهوه باش يلقى دابور لابي باش يلقى اللي هي وكاله الصناعه بارك الله فيهم لابي والدعوه شاركينا معنا فما البي تي اس البنك التونسي للتضامن يعني العديد من المؤسسات الخاصه والعموميه باش الا كان انسان باش يعمل بروجي حتى ولو تكون ستارت اب مثلا يقول لك انا باش نتلعب اللوجيسيال نتاع ستوكاج نتاع القهوه خاطر لي ورك شوب
خاطر القاعده نتاع الناس هذيا اوتور دان كافي عملناها باراجراف اسمها بزنس اوتور دان كافي باش نلوجو دي سوليسيون ممكنه باش نحاولوا قدر الامكان حلول للتو معناها التو ينجم واحد يخرج من غاديك يطبقها ينفذها بالوقت اولا معناها. اذا كان فما ازمه مستحيل فما ازمه في بلاد ما تقبلش الناس والاخصائيين باش يحكيوا مستحيل يحلوا حاول لازم يحل. لازم الناس قاو حلول قول لي حل حلت الازمه الجمله هذه سمعتها برشا دونك يفو أننا نقعدوا مع بعضنا على قهوة في جو متاع ربيع وأننا نعيشوا البروغرام هذا اللي ديفيرسيفي جو ربيع معناها الدفاع والفرحة وال... فما تكون في فرحة فما دول أخرى مشاركة كما أندونيسيا هي الرابع منتج في العالم اسمع يا سيدي أندونيسيا عندها أغلى كاليتين متاع قهوة سعادة سفير هكا في... عرفتك فين وصلت سعادة سفير أندونيسيا نحيهم برشا على خاطر مزيرو كي هذا سكوب معناها توقعوا معنا عندنا نهارين تو الحمد لله موجودين منتجين متاع قهوة فعندنا تمثيلية من البرازيل أيضا حتى توانسة في البرازيل لبيو الدعوة نحييهم نحيي كل العارضين المشاركين اللي باش يكونوا معنا ونحيي اللي خذا الانسياتيف وقال انا مع ايطاليا موجودة شقيقة ليبيا موجودة لان عندهم وكلاء لكارت نتاع قهوة. قهوة فحاولنا نجمعوا اوتور دان بروغرام لبنان باش تشارك عبر جوزيف الخوري اللي هو واحد من العارضين اللي اقترح ان يكون معنا في الانيماسيون التكوين الباريستا فما باراجراف تاع تكوين كيفاش يفربي وكيفاش يقف وكيفاش يكلم تحضير لي جو تحضير القهوة كلها 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 ستانا وفي كوكتيل انا بيت كي قالوا لي راه التوندونس تاع 2023 باش نقدموه عندك انت في الصالون قلت لهم فما توندونس راه وي قالوا لي فما توندونس اشك فوا فما نوفوتي فما لي زاريير غو فما شانجمون في لي برودوي سي فوزي تعرف من الحاجات اللي تو انت تحكي على المشاركين فكرت حاجه فما مسلسل قديم تاع غوار في رفخان يتعاود ديما كل ديما مع ذاك حسين قلعاوي حسين هو اسمه قلعاوي حسين ما عادش اسمه شنو نسيت اسمه شنو توفى عليه رحمه الله زميله يخدم معاه يقول اذا مش يكتب هو سوديزون صحافي في الواحد ويكتب في ارتيكل كتب منه مسلسل كامل 30 حلقه كتب منه الجمله الاولانيه قاعد يكتب يعاود فيها اذا اردنا ان نعرف ما في البرازيل يجب أن نعرف ما في إيطاليا معناها وهذوما الدول الاثنين وهو يقصد في القهوة هو وقتها يخمم مش يكتب حاجة على القهوة على الفوت معنى الحاجات الروابط اللي بين البرازيل وإيطاليا هي الفوت والقهوة فبالحق معنى مش نلقاو البرازيل موجودة باعتبارها منتج منتج صندوق قهوي برازيل بتاع البرازيل جاي مش عندي نهاري غادي من هنا غادي من خمسة التسعة أكتوبر ثمانية أكتوبر أكتوبر منها ندوة صحفية يوم 21 لا ندوة صحفية ما مش فيها قهوة ميساج نجي أما تنتيش القهوة إذا ما لقيتونيش قاني في الفصل هذا الكوكتيل استورا كل كوكتيل لبناني دي حاجه بالحق هذاك كل باش تعرف اللي عندنا قداش من باريستا في تونس تقريبا اربعه او خمسه باريستا بروفيسيونيل مش فيهم لي زوتي وي نحن جينا قلنا فوالا دعوه مفتوحه خذينا ليستا باش يدخلوا يشاركوا في الفورماسيون هذه وفما مسابقه اسمها الاول مره في تونس هي الحبه الذهبيه حبه القهوه الذهبيه قهوه كامل قهوه ذهبيه دور هي مش المذاق نتاع القهوه لانه تتفرق المذاق نتاعنا في القهوه هي خاصه باحسن تصميم الجناح باش يكون في الصالون هذا معنى الجناح لازم يكون مزيان معنى مش يصمم معنى هذا موجه مش يوجه للديكور للديزاينر ديزاينر ارشيتيك دانتيريور علاش على خاطر القهوه باش تعمل صالون دو تي وتعمل ان بروجي نتاع قهوه تستحق لي زيليمون هذوما الكل زيد عندنا البريس كيدز عندنا اطفال في سن البراعة معناتها باش يكونوا هما التغطية نتاعهم بالبورتابل باش يعملوا ديزانترفيو باش يغطيو ابار معناتها الصحفيين باش يكونوا اي اشاك فوا حاولنا ناخذوا حاجة جديدة كيما في ستريت ماركتينغ اللي عملنا كي خرجنا للبلدان في تونس والعواصم باش نوريو في ستريت عملنا فنجان نتاع قهوة في ماشينة فيمي في ريحة القهوة وفيها قواجي دور مش تجلب الناس وفي لانونس البوند انونس نتاعنا للصالون تري بيان برافو الوغ نذكر اللي صالون ربيع القهوه باش يكون من 5 اكتوبر المقبل ان شاء الله في قصر المعارض بالكرم. فما برشا حاجات جديده ما تعرفوهاش باش تكتشفوا القهوه باش تكتشفوها احنا بيننا احنا بلاد القهوه لكن باش نكتشفوا القهوه مع صالون ذي بالتوفيق شكرا فوزي ان شاء الله على كل حال نتقابلوا معاك في صالون بيدو ونشوفوا هل المشروع هذايا هو الفكره هذه كيفاش تكون على ارض الواقع ومش نسامحك مش نسال هيفا مغرومه بالقهوه هيفا اي معناها نلقاك في الاخبار وقتها هذا اوراقك غاديك تعطينا في الاخبار من الصالون تاع القهوه فكره باش تمشي هي تقوم بالتغطيه تاع الاخبار
الإعلامية. يعطيكم الصحة، شكرا سي فوزي، ونخليكم مع موجز الأخبار بتاع 8:30. EFM Express. صباح الخير. حملات أمنية واسعة تم تنفيذها بين 15 و 16 سبتمبر، نتج عليها عدد من الإيقافات، العدد من المفتش عليهم وإحباط عمليات حرقة. وحدت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في جرومبيليا من ولاية نابل تتمكن من حجز 11600 إيترا من المحروقات كانت موجودة في واحد من المخازن العشوائية في الجهة. النيابة العمومية في سليانة تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص انتحل صفة خبير لدى المحاكم في قيس الأراضي. الفرع الجامعي للتعليم الأساسي في سيدي بوزيد يعبر على استنكاره للظروف العودة المدرسية ويعتبر أنه فما استهداف مباشر لاتحاد الشغل وضرب للحق النقابي. بعثة اقتصادية تونسية تتحول لسلطنة عمان برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط في زيارة تتواصل حتى 20 سبتمبر الحالي. وتهدف البعثة هذه لتوطيد العلاقات التونسية العمانية وتدارس سبل الارتقاء بالصادرات وتنمية المبادلات التجارية الثنائية بين زوز بلدان. أخبارنا وبرامجنا متواصلين 24 على 24 على EFM TV على اليوتيوب. فيسع فيسع جايين بدوش الناس تجاوب على الأغنية. والله مازلت ما ثبتش خليك الوقت ثبت حتى أنا حبيت نحكي في فقرة فنان من أيام زمان قلم ولحن ملحن أنا شخصيا حبيته برشا وأنا صغير وكان يبهرني في طلة بتاعه. كنا صغار في جنة الأطفال مع سيدة عليا وكان السيد هذايا يجينا لأنه كان يشرف على تسجيل الأغاني متاع الأطفال بتاعنا متاع الكورال. كان عندنا كورال متاع أطفال في جنة الأطفال شاركت فيه مرة الوحيدة. وعليش مرة وحيدة؟ خاطر ما نعرفش نغني، نغني بالغلط. وهو مسكين عمل معايا جهده الكل لكن ما الله غالب. هذاك حد الجهيد. هذاك حد الجهيد تلك حدود الله. فعمل معايا مجهود كامل لكن ما نجمت ما خرج مني حتى شيء في الاخر. نقول لكم الحل في الاخر شنو اللي لقى الحل معايا وفرحت به انا وقتها صغير، وهي سبب في سيدة عليا اللي غضتها انها انا ما نغنيش مع اهل اولاد. كان يبهرني بحضوره ويبهرني بشعره الابيض. كان شعره ابيض من اللي هو صغير. اي من اللي نعرفه انا شعره ابيض اللي هو الملحن الموسيقار سيوانس كريم. سيوانس كريم اللي هو من مواليد صفاقس لكن سيوانس هو اصيل قرقنه. قرقنه الاصل لكن ولد في صفاقس. سيوانس والده كان يعيش لبرا معنا في الزمن هذاك في العشرينات كان يعيش لبرا ورجع لصفاقس وتزوج غديكا ونزاد سوى الناس في صفاقس هو أبوهم وقرقنا فنزاد في صفاقس وملي هو أبوه كي جاء من برا كان يعيش لبرا كان يعيش في فرنسا من الحاجات اللي جابهم جاب فونوغراف وجاب ديسكويت معنا كحل عينيه سوى الناس يلقى هذه صورة نتاع سوى الناس كريم تشوفوها في صغره هذا في عز الشباب يلقى سوى الناس انه ديسكويت موجودة خاصة فونوغراف ويلقى اغاني عبد الوهاب وصالح عبد الحي وجماعة فتربيت وذنه على الموسيقى ودخل المدرسة لكن والده لاحظ الطفل مغروم بالموسيقى فشجعوا عكس برشا في الوقت هذاك كل قرايتك وكذا كذا شجعوا لكن نشجعك لكن زين تقرأ اون باراليل مع القرايه يعني. فبالفعل قرا و هو مشى عشان بتقني اكثر في القرايه نتاعو كذا وحس انه ما هوش مش نجم يكمل في قرايته لكن انسات ماما قرر انه يقص على القرايه ويرجع ويتبع غرامه. لا رجع للشخص خدم الساعه دخل الخدمه كان في الترافو بوبليك في الاشغال العامه لأنه وقتها معنا قاري كمام وكذا لكن في نفس الوقت يمارس الهواية نتاعه في الموسيقى وتعلم على كبارات الحفظة نتاع الموسيقى والمالوف خاصة كان عنده ميولات أكثر شرقية يحب الشرقي برشا فمشى للشرقي و نهار من هات الصدفة مش تلعب دور كبير قدامه باعتبار أنه مش تجي فرقة السيدة شافي رشدي مش تمشي لصفاقس وطلبوا وهي مشات باش تعدي تعرض عروض هذيك فطلبوا منها اهلنا في صفاقس قالوا نحبوا على رويت عايشه القادره
وليت عشان قدر وقت ضارب، وليت عشان قدر أمبروز، كلها أمبروز كلها سجع، وفيها موسيقى، فيها موسيقى تصويرية. لكن هي كي مشات في بالها باش تعمل العرف، فما هزتش النوتة، والنوتة كان عملها سي هادي جويني. فطلبوا من سي مختار حشيشة أنه يمشي لتونس، يجي لتونس يجيب النوتة من عند هو في تونس، مش يجيبها في يده، كلمه مش يجيبها في يده. سي مختار مشى وخذ النوتة وكذا، لكن كي خلط الغديكة ضيحها. شوف كيفاش ضاعت، اش نعملوا؟ مش عاودوا نكلموا سي الهيدي ونقولوا بعث لنا ونهار راح وكذا. فقال لهم عندي الحل، عندي وليد بارك الله عليه تو يعمل حاجه اخرى. وبالفعل في ليله ونهار سي ونس كريم وضع موسيقى تصويريه نتاع المسرحيه ذي جديد، توسط توجه جديد. ويقولوا ان شافيه كانت صعيبه برشا مشومه، شافيه رشدي سمعتها بهتت، قالت هذه منينها؟ جيبوهولي هذا جيبوهولي هالغشير. قالوا يا ولد صغير جيبوهولي. فجابوه فأبهرت به، هو حليل كومبليس، فأبهرت به وبفعل العمل نتاعو كشي. قالت له اش تعمل هونية؟ ليه جاي معايا، لازمك تخدم في تونس وكذا. وتحلوا باب القدر، باب القدر تحلوا باعتبار انه مش يطلبوا كثير من المسرحيات، يقولوا تخدم لنا الموسيقى التصويرية نتاع المسرح. وهو يعتبر من أوائل من خدم الموسيقى التصويرية كخدمة معناها وكذا، وأبدع فيها. ثم عام 57، عام 56 مش يعيطوا للإذاعة ويكون ضمن الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية، ويقدم الألحان نتاعه للفنانين. لحن لجميع الفنانين، يوسف التميمي لحن له، محمد الفرشيشي لحن له، سيدة نعمة لحن لها، سيدة علي لحن لها، سيدة زهير، حتى ما خلاش تكون ما لحنوش من الفنانين الكبار وحتى اللي من بعد معناها حتى. لكن في وقت ما في الستينات فما كان لحن حتى غاني فاكهة، غاني نتاع محمد المورالي والسملالي وكل شيء لحنهم. يعني منين يدور تلقى، منين يدور وتلقاه معناها في كل. لكن الحاجه اللي يتميز بها سي ونس كريم والناس هذيا ما تعرفهاش برشا، الصغار. عمل اغاني للكورال تاع الصغار. سي ونس كريم عمل عاد ابي للداري في الحق، قبلته من خده، مسكته من يده، وقلت أبتاه أمانة الإله، أعطاني المعلم جائزة لو تعلموا. سي ونس هو اللي عمل أضاع سامي قطة بيضاء كلون الجبنة، وراح يبكي سائلا هل صادفتكم قطتي. وبرشا من الالحان نتاع للي حاله انه هو اللي يسمع يعرف الموسيقى يشوفه في الميزان تاع العاب والنشاط. كيف نشاطك هذاك؟ علاش انت ما كملتش في حالة جنه الاطفال؟ مع ما كملت في جنه الاطفال، كملت قعدت في جنه الاطفال 5 سنوات ولا 6 سنوات. ما قلت لنا الصوت ما هوش غني في جنه الاطفال مع ليه ما غنيش انا. ليه قعدت في جنه الاطفال؟ جنه الاطفال ثاني داير برقبي نهار نحكي. اما كنت لا الغناء ما غنيش، الغناء خاطيك افيك سا سي ونس مسكين عمل معايا جهد. وانا ذايا من الحاجات اللي خلتني ديما في بالي سي ونس كريم هو سيدة علي تقول له مش تعقد الطفل. شوف زيد حاول معاه في الاخر. نهار من النهارات تقرر مش نكون موجود في الكورال، لكن طريقة معينة فما انشودة بتاع الفتى المهذب. انت جسدت التفل، اي اعطاني جزء نقوله بالكلام من غير غناء. قول يلي تمشي وانت تاكل، راسك غاطس في قرطاس زيت وطن هريسه وترشي، خشمك احمر ما لباس. والاولاد ياخذوا يغنيوا وكان على الاقل كم شي في بالي هذا. وبالطبيعه فما شكون عملها بعدي، معناها تسجلت زاد باصوات اخرى بالطبيعه. لكن قاعده هيك سي ونس كريم بالنسبه لنا كان شخصيه، ولا يزال في ذاكرتي شخصيه كبيره. حبيت نحكي عليه اليوم باش نذكر هالفنان الكبير اللي بالنسبه لنا منسي. ما نحكيوش على سي ونس كريم واحنا في الفقره هذيك، نحاول هالفنانين ذوم المنسين شويه. حاولت نشوف حد من عائلته، كلمت اختي وزميلتي عايده ببو
بن حفيدة السيدة عليا قالت لي تعال نشوف لك حد ما زلت من حبيت حد من عائلته كل شيء كان يسمع فينا حد من عائلته ما خاصته كان مسالش يكلمنا من بعديش ويعطينا زيدنا معلومات حب نعرف سوى الناس انا حكيت عليه كيفاش كفنان كفنان واحنا كاطفال وكل شيء لكن حبيت نعرف هو في عائلته كما سمعنا على سي حميد صباحي المره الاخرى عائلته تعرف التفاعل نتاع نحب تحيه خاصه قدمها العتاب ولده الكبير في فرنسا سمع الباساج وبعث لي طرادة بالشكر لكن الشكر على واجب يعرف اللي يعرف اللي محبة والده في القلب ولكن بالحق علي أنا بعيد وحسيت أن كيني أنا موجود نحكي على بابا معناها حكيت علي برشا محبة فما خص له كان حد من آل سي ونس كري معناها كاني معناها يتصل بينا خاطر بالحق نحب وزادة نعرف السيد هذايا الفنان الكبير هذايا كيف الدنيا مع أولاده مع عائلته مع دارهم كيفاش كان ما قلنا الحاجات ما يعرفوهم كان القراب المقربين لي نختم الفرقرة بتاع سيوانس كريم بغنية من ألحان سيوانس كريم معناها السيدة نعمة من الألحان اللي قدم السيدة نعمة بيني وبينك سر مخبي ماتينا الويكاند ما عادش في عمر البرنامج برشا وقت حبيت نعطيكم غسات نتاع صيدة في الدبارة بعدش اسمك يوفا المولد دبراسك في الدبارة تولي تختار انت والله ما نعرف دبراسك شمي فيه على كل حال حبيت نعطي غسات نتاع صيدة أخرى هي عصيدة الفصدق بالطريقة الأسهل بالطريقة الأرخص مش الأسهل الأرخص خطأ الأخرى غالية برشا نجمع حتى حد يزم تبيع الهنشير ما أنا مش عملها على كل حال عصيدة الفصدق تأخذ 300 جرام فارينة كان القيد فارينة بتبيع 300 جرام سكر كان القيد سكر وثلاثة يترات غير ربع حليب كان القيد الحليب يتخلطوا الكل مع بعضهم مع البيت تخلطوا بالكدا حتى يتنحى الكعابر اللي كتصفيه وكذا وتحطها على النار طيب انت ديجا حضرت 150 جرام فستق مرحي ومغربل مغربل بالكدا يعني ما فيش حتى حاجه ارطب على الاخر لازم يكون وحضرت كيس نتاع ماء نسري جو بريسيز بيان نسري مش ماء ورد ومش عطر شيء نسري تحل لك الفستق نتاعك في النسري وتخليه على روحه تحط الطنجرة على النار تعصد العصيدة نتاعك حتى تبكبك حتى لين تطيب تقعد مشوار اي الفارينة باش تطيب من بعد فبكبك تشد الكونسيستانس اللي تلزمها تهبطها من النار يعني تدفي النار وتصبك الخليط نتاع الفستق والنسري وتخلط مليح جنرال ما يكعبر شوية حاول بالميكسر ولا بالمدلك في صحفيسة بشوية تصبك الواحد وتضرب بالماء الواحد وما تعاش ترجع النار الفصدق الحكمة متاعه ما يتيبش يعني حط على النار يفسد مطعمه يفقد مطعمه ما عاش عنده مطعم تخلطها مليح وتحطها في الصحفي وتعمل لها الزينة متاعها طيب تلاحظ المرة الأولى أنا ما عطتش لونها يقعد فاد كي تبرد يظهر لون الفصدق فيها وبالطبيعه كي تاكلها تلقى مطعم الفستق موجود وتاكلوها ان شاء الله بالشفاء والهناء يا اكرم الخلق ما لمن الوم به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاء تحلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمات إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرمين
ماتينال ويكاند. ماتينال ويكاند نرجع للكويز نتاعنا، نشوف معاكم اذا كان فما حد جاوب على الاغنيه. صعبتها عليهم يا سيدي. ماشي صعيبه برشا. الاغنيه هذه كما قلت هي من كلمات سي علي فخري والحان سي علي العيد. غناء السيده زهيره. زهيره سالم. انت قلت كلمه من كلامها، شنو قلت لي انت قبيله واحنا خارجين؟ سبقتوني. سبقتوني. الاغنيه تقول يلي سبقتوني بالحب قولوا لي فماش دواء. انا قلبي تعب وحب متعذب مسكين بدا. اي والله سمعت هذه قبل. هي كان ضاربة الاغنية دي حقيقة. انا ما نعرف هي وهي من وهي من اجمل من من مش اجمل على الاطلاق، من اجمل ما غنت سيدة زهيرة سالم الله يرحمها. اغنية ما يبدو انا ما طلع حتى حد. ما طلعوهاش. كيفي انا؟ كيفك انت؟ نهار اللي انا ما نطلعش ما يطلعوش المستمعين. ولذا حبيت اسمع الأغنية هذه، نقول لكم على نغماتها ونقول لكم نتقابل إن شاء الله الجمعة الجاية إن شاء الله. بداية أسبوع مريحة وما تبعدوش على يا فام أحلى راديو.